الأستاذ هشام الذهبي حبيب. مؤسس البيت العراقي للإبداع، مرحبا بك. مرحبا حبيبي، كل الهلا بك. إن شاء الله اليوم مسابقة الحلم الذهبي، الموسم الثالث، موسم أول موسم ثاني، شنو الفرق هذا الموسم؟ الفرق في هذا الموسم، أول شيء قدم شكر جزيل لمجلة مشاهير العراق لدعمها المستمر خلال الموسمين السابقين والموسم الثالث. واللي ميز هذه المبادرة اليوم أنه أول شيء الحضور الكبير للجمهور، وهذا بحد ذاته هو دعم للمبادرة ودعم لكل الشباب. الشيء الثاني الدعم الحكومي لهذه المبادرة، احنا نطمح أن تكون هذه المسابقة أو هذه المبادرة مبادرة حكومية تتبناها سنويا. اللافت أيضا للنظر أنه اليوم المشاريع كثير تطورت، والمشاريع مو فردية ولا خاصة، اليوم المشاريع عامة فيها خدمة للمجتمع، وهذا فتشي كل شيء إيجابي اليوم أنه الشاب يفكر شلون يخدم المجتمع ويفضل المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. طيب، مسابقة الحلم الذهبي هي دعم للمبتكرين، كمؤسس حضرتك لهذه المسابقة رسالتك توجهها لدعم هاي المواهب؟ نتمنى أنه كل المؤسسات الحكومية في القطاع الخاص والقطاع العام والشركات أنه يكون عندها جانب اجتماعي يخص المبادرات الشبابية وتسليط الضوء عليها ودعمها. اليوم احنا كثير من الشركات عندنا والمصارف الأهلية، نتمنى كل منهم يسوي مبادرة يجمع هذه المبادرات الشبابية والأحلام الشبابية ويسعى إلى تحقيقها. طيب، الحلم الذهبي أنت اللي أسسته، شنو حلم هشام الذهبي؟ حلمي اليوم أشرع قانون لحماية الطفولة وأخلي كل أطفالنا يتمتعون بحياة كريمة ما بها لا ذل ولا إهانة ولا اعتداء ولا استغلال ولا تسول ولا تشرد ولا أمية، ويكونون كلهم في مقاعد الدراسة، ويعني نمشي بشارع بغداد ما نشوف أي طفل بالإشارة. كل التوفيق لك وعلى هذا الجهد، شكرا جزيلا. شكرا، تحياتي.